خلينا نشوف بيان النادي الأهلي، أو النادي الأهلي بيشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية. وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي الأهلي بالموافقة على الحضور الجماهيري بسعة 50,000 متفرج في مباراة الإياب للدور قبل النهائي للدوري الإفريقي بين النادي الأهلي وسان داونز بطل جنوب إفريقي، والمحدد لها 8 مساء غدا باستاد القاهرة. وعبر مجلس إدارة الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف. وناشد جماهير الأهلي الوفية التعاون مع كل القائمين على التنظيم كالعادة حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية. شكرا جزيلا للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الأمن وكل القيادات الأمنية على الموافقة مرة أخرى على 50,000 متفرج يكونوا موجودين بكرة. وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما بنقول، جمهور النادي الأهلي دايما بيضرب المثل بكل شيء حلو. جمهور النادي الأهلي هو اللي بيبدأ أو هتبدأ عودة الجماهير مرة تانية من خلال وجود جماهير النادي الأهلي إن شاء الله في المباريات السابقة وفي مباراة بكرة إن شاء الله. وبالتالي من فضل حضراتكم كل ما هو مطلوب من الجمهور إن هو يشجع، كل ما هو مطلوب من القيادات الأمنية أو من أفراد الأمن إن هم كل المحظورات لازم ناخد بالنا منها، كل واحد معاه الفان آي دي بتاعته، كل واحد معاه التذكرة بتاعته، كل هذه الأمور أعتقد يا أبو علي بتفرق كتير جدا جدا في عودة الجماهير مرة تانية للمدرجات. بص يا كابتن، انا قلت يعني مكافئ جماهير النادي الاهلي في مباراه سان داونز ان العدد يبقى في الساعه الكامله. اوكي. جمهور النادي الاهلي في مباراه سيمبا ضرب مثل وقدم مباراه كبيره جدا، ويعني كل الناس يمكن خرجت من مباراه سيمبا اشادت بجماهير النادي الاهلي. هي. بالرغم من تاخر الاهلي وبالرغم من كم من اقتراب النادي الاهلي من خروج من البطوله، لكن جمهور الاهلي كان ليه مفعول السحر في المباراه دي انه يرجع الفريق تاني بسرعه والفريق يقدر يتعادل ويصعد للسيمي فاينل. فكنت شايف ان مكافاه لحاله الالتزام وحالة المؤازرة الغير طبيعية للنادي الأهلي في المباراة دي وعدم الخروج عن النص، ما حصلش مشكلة واحدة مع أي حد، إن المكافأة للجماهير دي إن تحضر مباراة السيمي فاينل، وبإذن الله بإذن الله بدون مقاطعة في الفاينل كمان يحضروا بالساعة الكاملة. وده إحنا بنبعت رسالة لكل جماهيرنا، طول ما أنت ملتزم، طول ما أنت ماشي كويس، طول ما أنت فريقك بس بالزبط. خصوصا في ظل هذه الحالة الرائعة من الجميع بالظبط، الساعة هتزيد ونفتح الاستاد للجماهير كلها. فأتمنى إن إحنا نواصل بكرة نفس المنوال يعني، ونفضل على نفس الأسلوب الراقي اللي قدمه جمهور النادي الأهلي في مباراة سيمبا هنا في القاهرة، وان شاء الله يكون جمهور الاهلي كلمه السر في تتويج الفريق بالفوز والصعود للدور النهائي باذن الله في البطوله. وده حصل قبل كده مرتين، جمهور الاهلي كان ليه دور كبير قوي في الفوز على سان داونز هنا 2-0 مع ريني فايلر، وشفنا الاستاد كان عامل ازاي وكان في حاله شحن مش طبيعيه، والجماهير انا متاكد ان هي اثرت على المباراه وكانت مديه اللعيبه دفعه كبيره جدا. وتكرر الامر مع بيتسو موسيماني في استاد السلام وقدرنا نكسب برضو 2-0 وبالهدفين بتوع طاهر وصلاح محسن، ونروح هناك نتعادل 1-1 بهدف ياسر ابراهيم ونصعد برضو للادوار اللي بعد كده. فانا شايف ان دور جمهور الاهلي مهم جدا، وكان يعني موقف محترم جدا، وده اللي يعني الطبيعي انه يطلع من النادي الاهلي نشكر السيد وزير الداخليه والقيادات الامنيه على الموافقه او بالسماح لحضور 50,000 متفرج، اللي انا واثق انه هيبقى اكتر من 50,000 او 60,000 ويبقى الساعه كامله في الاستاد. بس ان شاء الله ان شاء الله باقي بكره نشوفه هيحصل فيه ان شاء الله، الناس كلها تبقى موجوده بكره يا رب ان شاء الله. جيمي برضو يعني 50,000 متفرج ان شاء الله تبقى احتفاليه جيده بكره يا رب يعني. طبعا امر مهم جدا ان الجماهير تكون حاضره بكره، وهاخد من كلام مارسيل كولر النهارده حتى في المؤتمر الصحفي ما اشاد بالموضوع ده، وقال احنا هنلعب وسط جمهورنا وسط وجود 50,000، ده هيدينا دفعه بشكل كبير جدا. خلينا متفقين يا كابتن ان جماهير النادي الاهلي دايما بتضرب المثل، دايما بتكون ملتزمه، دايما بتكون مميزه في كل المباريات الكبيره وفي كل المباريات حتى في الفترات الاخيره. الكل ملتزم، الكل حابب ان النادي الاهلي يفوز، الكل دلوقتي مركز ان النادي الاهلي يصعد ان شاء الله للمباراه النهائيه. ما ينفعش ان هي اول بطوله وتكون كمان ممكن مباراه الاياب في الفاينل تكون في القاهره وما يبقاش النادي الاهلي طرف فيها. ان شاء الله يكون النادي الاهلي طرف في المباراه النهائيه، ويكون
هيكون حاضر للجماهير كلها في المباراه النهائيه كمان. ابقى اشوف ان بكره الجماهير هتكون عامل السحر بشكل كبير جدا لمارسيل كولر. خلي بالك كابتن، يمكن اما لعبنا في صن داونز من ايام، يمكن الجماهير مفتوحه بالمجان وكل حاجه، بس جماهير صن داونز يمكن لعيبه النادي الاهلي كانت قادره انها تتجاوب بشكل كبير، على عكس بقى لعيبه صن داونز هنا لما تيجي القاهره وسط وجود 50,000 مشجع، اعتقد الموضوع هيبقى صعب عليهم بشكل كبير جدا، مع انك تحاول انك تخطف بدري، اعتقد الموضوع هيفرق بشكل كبير.